الابيض تي في كمان بدي اتشكرهم 20 وتوقعات 2021 اللي بينزلوا لي الاشياء اللي قلتها وصارت وعم بيتابعوني انا كتير بدي اتشكرهم واقول لهم الله يعطيهم الف عافيه وبعد تسعه اشهر من توقعها ليلى عبد اللطيف تصيب من جديد في حدث مؤسف وحزن وحداد يسيطر على دوله برحب بحضراتكم معانا في قناه توقعات 2021 وحلقه جديده من حلقات التوقعات النهارده معانا حلقه مهمه جدا من اخطر توقعات ليلى عبد اللطيف وتوقع خطير حصل من توقعاتها واللي قالتها في ليله راس السنه لعام 2021 والمتعلق بدولة أجنبية هنتعرف على توقعها وكمان هنعرف إيه اللي حصل وكمان هنعرف باقي إيه توقعاتها لدول العالم بس الأول ياريت تعمل لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من اللايكات وتشترك في القناة لو بتشوفنا لأول مرة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول ليلى عبد اللطيف قالت مجموعه من التوقعات في ليله راس السنه وهنختار النهارده توقع مهم جدا لانه حصل امبارح وتحقق من توقعاتها كان بتقول في توقعاتها ان روسيا بتعلن حاله الطوارئ لحدث مؤسف وحزن وحداد يسيطر على اجواء روسيا روسيا تعلن حاله الطوارئ لحدث مؤسف وحزن وحداد يسيطر على اجواء روسيا وبالفعل امبارح اتحقق توقعها ده بعد تسع شهور من توقعها اللي قالته في ليلة روس السنة حيث نشرت وسائل الاعلام الروسية امبارح خبر عن هجوم مسلح قام بيه شخص على جامعة بيرم اطلق فيه نار داخل الجامعة الروسية ونتج عن الهجوم مقتل 8 اشخاص واصابة 24 اخرين وتم القبض على منفذ الهجوم وكان بيحمل سلاح وكميات كبيرة من العتاد بيتم التحقيق دلوقتي فعلا مع منفذ الهجوم لمعرفة إذا كان بينتمي لأي جماعة إرهابية أو إن الهجوم ده هجوم شخصي أو وراء أسباب نفسية متعلقة بمنفذ الهجوم كل ده لسه بيخضع للتحقيقات في روسيا ومن توقعات ليلى عبد اللطيف أيضا إن هتشهد في المراحل الراهنة فرنسا جهود ومساعي فرنسية لإنقاذ لبنان والاتصالات الفرنسية حتى تواصل مع دول العالم بكل الوسائل والضغوط لمنع لبنان من الانهيار أيضا بتتوقع أن الجالية اللبنانية الموجودة في فرنسا هيرفعوا صورة الرئيس ماكرون في الشارع الفرنسي وفي الداخل اللبناني وأيضا هنشوف صور ماكرون وعبارات شكر عن فرنسا خلال المرحلة القادمة حضور فرنسي قوي وفاعل هنشوفه علي الأراضي اللبنانية خلال الشهور الجاية والرئيس الفرنسي احتمال يروح لبنان مرة تانية أما توقعاتها لألمانيا فبتتوقع ان الرئيس جو بايدن حينجح في اعادة العلاقات الطبيعية مع المانيا ويطوي صفحة الجمود اللي سببتها سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب مع المانيا اما عن الكوارث الطبيعيه فبتتوقع انها هتحصل للاسف وهتضرب المانيا من جديد وهتتسبب في حاله من الخوف والهلع خاصه في الشتاء القادم السلطات الالمانيه هتقوم ايضا باجلاء السكان في بعض المناطق الى بر الامان الحزن هيعم اجواء المانيا بسبب حادث مؤسف ممكن يكون في 2022 او قبل كده الاقتصاد الالماني هيزدهر تاني فبتقول ما تقلقوش برغم الكوارث والمصائب اللي بتحصل فان الاقتصاد الالماني ما يتخافش عليه والمانيا هتكون مع عدد من دول الاوروبيه هتساعد لبنان خلال المراحل القادمه وفي اخبار عن ان الجاليه اللبنانيه في المانيا هتتصدر الصحف لحدث ما اما توقعاتها لبريطانيا فبتتوقع ان الشموع هتضاء في بريطانيا جراء حدث مؤسف وإن السلاله الجديده من كورونا هتضرب بريطانيا ولندن من جديد والاقتصاد البريطاني هينتعش وهيعود قوي من جديد وذلك بسبب اختراع علمي او طبي هيساهم في تعويض الخسائر اللي لحقت ببريطانيا خلال أزمه كورونا بريطانيا هتتهيأ لسن قوانين جديده وصارمه ضد الهجره الغير شرعيه اللبنانيين في بريطانيا علي موعد مع حدث مميز ومهم احتجاجات من جديد وبلبلة وفوضى عارمة في الشوارع لكن هي مش عارفة امتى ده هيحصل ولا بسبب ايه فيزة بريطانيا مش هتكون صعبة على بعض الدول العربية زي قبل كده وده معناه انهم هيشجعوا العمالة العربية اما توقعاتها للسويد فبتتوقع انها هتشهد السويد تدابير احترازية ووقائية غير مسبوقة في كل انحاء البلاد للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا الجالية اللبنانية في السويد في انتظار قرار او خبر مهم من السلطات السويدية هتسمح باستقبال المزيد من طلبات الهجرة من اللبنانيين وفي بعض منهم هياخدوا الجنسية خصوصا اللي بقالهم فترة في السويد لكن بتقول مش كل الناس هيبقي في عدد محدود وبتتوقع ان ده يحصل بقرار حكومي السنة القادمة ان شاء الله اما توقعاتها لاسبانيا فبتتوقع ان العلاقة بين اسبانيا والمغرب هتشهد العديد من التوترات السياسيه وامور هتدعو للقلق وفرنسا هتتدخل للتهدئه الوضع الاقتصادي في اسبانيا الي تحسن وبعض الدول العربيه هتستثمر في اسبانيا وهترجع اسبانيا من الدول القويه في اوروبا خاصه في مجال السياحه اما عن توقعاتها لاستراليا فبتتوقع انها هتنجح في التغلب علي انتشار فيروس كورونا كما ستنجح في الحد من خسائر بعض الكوارث الطبيعيه والفيضانات خلال المرحلة الجاية وشايفة أستراليا بتفتح باب الهجرة من جديد وبتسرع إجراءات التجنيس لأي حد خطر محتمل من انتشار وباء جديد قد يدق أبواب وأراضي أستراليا لكن حتكون أستراليا بالمرصاد في مواجهة هذا الخطر أما عن توقعاتها لكندا فبتتوقع أنها هتفتح أبوابها للمهاجرين بسبب مرحلة الإزدهار اللي شايفينها في كندا في الفتره دي وهترجع كندا تدعم لبنان وتساندها بقوه وده من خلال طلبات التعليم وطلبات الهجره وفتح ابواب لم الشمل للعائلات اللبنانيه خصوصا امام الطلاب وحيحس اللبنانيين بكل القرارات دي خلال المراحل القادمه قريبا جدا أما توقعاتها لتركيا فبتتوقع أن العلاقات التركية الإيرانية هتشهد توتر كبير هيظهر ده للعلن في المراحل القادمة وروسيا هتتدخل للتهدئة وضبط الأمور بين البلدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعيد عن الواجهة الإعلامية والسياسية لفترة بسبب أزمة طارئة ممكن تكون الأزمة دي صحية ستشهد تركيا حمله من المداهمات والاعتقالات بسبب حدث ما قد تكون لعمليه اغتيال شخصيه تركيه بارزه ومن توقعاتها ايضا تركيا حتشهد اضطرابات سياسيه وحركه تمرد والشارع التركي هيتحرك وحتشهد حالات من البلبله والغضب في الشارع التركي في اكثر من مدينه تركيه الرئيس التركي أردوغان في المستشفى بسبب عارض صحي اللي تركيا حتى أمام الدولار بشكل غير مسبوق حتشهد الساحة التركية سلسلة أعمال أمنية والجيش التركي في الشارع لحدث كبير حتتعرض تركيا في ليبيا إلى ضربة عسكرية قاسية وهتضع الرئيس أردوغان في موقف محرج وصعب جداً بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ليلى عبد اللطيف والتوقع الخطير اللي حصل النهاردة في روسيا وأيضا مجموعة من توقعاتها العالمية لعام 2021 شكرا لحسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا بقى اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم ودمتم في حفظ الله ورعايته